في يوم نعمل ادفايس على التغذيه العلاجيه. نعمل كده. ليه ميد فيست؟ انا افتكرته الاول لما شريف بيحكي لي ويقول لي معلش ده طبعا العيب مني يعني سمعي تقيل. ميد فيست افتكرته حاجه ميديترينيان وما كنتش اعرف ان بقاله مده طويله، بقاله 7 سنين ست دورات عشان حط كوفيد في ما بين قوسين. فايه ايه الحكايه اللي حصل؟ ان احنا انا بشتغل، انا من وانا طب، وانا في طب بعمل مسرح في الجامعه، وبعمل مسرح من قبل الجامعه. وبعدين في لحظه كده حسيت ايه ده، ده الطب والفن شبه بعض جدا، وحاسس ان انا كأن لوحدي انا اللي شايف ده. وبعدين لما ترجعي شويه تلاقي ان اغلبيه الكتاب في منهم دكاتره، لانه انت بيبقى عندك مساحه ان انت تكتشف الانسانيه بتاعه المريض اللي بتخليك تبقى عندك وعي اكبر بالفن. وده فضل يكبر معايا على مدى السنين اللي انا كنت بمثل فيها داخل الجامعه، لحد ما خلصت لقيت ناس بيشاركوا معايا نفس الرؤيه. فانا وقتها في 2016 اتعرفت على دكتور خالد علي، هو طبيب سوداني مقيم بانجلترا، برضه ناقد سينمائي وطبيب. واتقابلنا في سينما زاويه وقعدنا نتكلم ونشوف ايه اللي بيحصل. طب ما يلا نيجي نعمل المدفست ونفكر يعني ايه نجيب ميديكال اند فيستيفال. وبدأت الفكرة تتطور. الأول كان ليها علاقة بالطب، وبعدين اتحركت من الطب بقت ليها علاقة بالصحة، وبعدين بقت ليها علاقة بالأفكار العامة اللي ليها تقاطعات مع حياتنا احنا. طبعا فهي جزء من حياتنا، ما هو الطب بالزبط. والصحة النفسية والصحة عموما هي دي حياتنا. بس هي المشكلة إن احنا بنخاف نتكلم في الصحة. يعني انت يعني عارف لما تيجي حد يتكلم في الصحة يقول لك بعد الشر. لكن وعمرك بس مش زي الاول، مش زي الاول، بس دلوقتي عارف ليه طبعا مش زي الاول. يعني انتوا مثلا قائمين المهرجان على الفكره دي، ما كنتوش هتقدروا تعملوا الفكره دي لولا ان الاعمال الدراميه من مسلسلات وافلام بصينا لقينا فيها تقاطع كبير جدا بالزبط. ما بين الصحه والفن. ما هو هو ده عن امراض، ما احنا بنتكلم على الامراض، بس الناس بتخاف تتكلم على الامراض. يعني انت في حياتك العاديه لو حد جاب سيره اي مرض هيقول لك بعد الشر. وبعدين بدا يبقى في ان احنا بنستخدم الفنون عشان ما نوريش الحقيقه مره واحده، لانه انت ما بتساليش الاسئله اللي انت عايزه تساليها غير لما بتروحي للدكتور وبتبقي يعني لو هو قال لك على اي حاجه هتسمعيها. فالسينما والدراما تحديدا، وتحديدا الدراما التلفزيونيه لانها اكثر انتشارا، وحتى كمان الحاجات اللي بتطلع على السوشيال ميديا بقت خلاص ده بلاتفورم الناس بتتكلم فيه بشكل واضح جدا على ده. فالديفلوبمنت بتاعت ده، واحنا بقى خدناها على مستوى الافلام القصيره، لان الافلام القصيره هي سهله، ايزي برودكت، ربع ساعه، 10 دقائق، ثلث ساعه، فاقدر اعرض مجموعه من الافلام، بعديها بقى مناقشات ما بين اطباء وفنانين. يعني هي اللي مختلف عندها في المهرجان، انت مش بتيجي تتفرجي على الافلام وخلاص، لا، انت بتتفرج، وبعد ما بتتفرج عندك بتسمع اسئله. بالظبط، بتسمع حاجات. عارف يا مينا زي ايه؟ زي فاكر يا شريف اللي هي الافلام اللي هو فقد الذاكره. صح. لا ده بقى لو فتحتيني فقد الذاكره وايه ونسي بقى كل حاجه وبيبدا حياه جديده، وبعدين ليه رجع افتكر واتخبط في راسه. اكيد اسئله كتيره مثلا هيتسال هو يا دكتور ربنا. لو حد قريبي فقد الذاكره اخبط راسه في اي حيطه يرجع تاني او يموت. والدتك عندها مشكله كبيره قوي يا احمد. الضغط يا نهار احمد. كلنا ماشيين كلنا ماشيين عربيات اسعاف. ف هو ده انا يعني غير ان المعلومات اللي ليها علاقه بالصحه كان في لحظات طويله مغلوطه في الدراما. بس اعتقد ان احنا بقالنا كام سنه على مستويات كتير بقى في فنانين وكتاب ومخرجين بيبحثوا في اصل الامور. صح. وادر على مستوى الطب، وادر على مستوى التفاصيل القانونيه، وده خلق حاجه مهمه جدا. بقى بقينا حتى كمان ما بقيناش بنشوف في الدراما الشخصيات الاحاديه، يعني يا ابيض يا اسود، ده كان لفتره طويله هو ده اللي موجود. طبعا دلوقتي انت بقيت بتشوف الشخص في الدراما بتحبه وبتكرهه. صح. وبقى في كتاب بيصروا ان هم يستعينوا باطباء نفسيين علشان يبنوا الشخصيات، فيبقى عندك شخصيه حقيقيه. صحيح. لانه هو ده الميزه. يعني احنا ماد فاست لما الناس بتتكلم مهرجان عن الصحه والافلام هنتفرج على حاجات كلها ليها علاقه بالصحه؟ لا، يعني ليها علاقه بالصحه بس بشكل غير مباشر. بمعنى انا السنه دي التيمه بتاعتنا في النسخه السادسه على العلاقات. طب ما العلاقات بتاثر على صحتنا النفسيه. توكسيك طبعا، مش كلها توكسيك. انا هستعيد كلها كلها. يا نهار احوز، انا قلقت يا هيره. انت مش فاهم، انا مش بحكم عليا، انا بحكم على الجروبات المغلقه اللي بناخد منها اسئله. توكسيك. اسكت اسكت اسكت.